بسم الله الرحمن الرحيم، ولا ننسى الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. النهاردة رجعنا تاني لجريد 1 مع لسون 87 and 88، one more or 10 more. في البداية أحب أتكلم على قرارات الوزير في مصر بإلغاء الامتحانات، وطبعا ده قرار خلاص طلع، لكن نخلي بالنا ان لازم التلاميذ يذاكروا الجزء الباقي من المنهج، لانه قال هيتم عمل بحث ولكن بعد مذاكرة الجزء الباقي من المنهج. وان شاء الله الرياضة تراكمية، يعني مهم جدا انك تذاكر الجزء ده لان السنة الجاية هتكون محتاجه، وكل واحد لازم يكون حاطط في فكره او محدد هدف ان هو يأسس ابنه الاول، يعني لازم كل الدروس الولد ياخدها. خلاص خلصنا الفكرة اللي انا كنت شغلانه وكنت عايز اقولها لكم، وبسم الله نبدأ الدرس. طبعا برحب بكل الفصل بتاعنا وتلامذتنا كلهم وحشونا. الدرس بتاع النهارده خفيف لان انا عامل لكم تيست اخر هتلاقوه على المنصه، والتيست ان شاء الله هيكون سهل وجميل بس لامم الجزء كله اللي احنا اخدناه، وكمان هيكون الوقت السماح بتاعه كبير عشان في ناس المره اللي فاتت حاولت تدخل وما دخلتش، فالمره دي هنكبر فتره السماح شويه، هنخليها لكم 5 ايام مثلا، وهنخلي لكم عدد المحاولات اكتر من 3 4 محاولات بحيث ان التلميذ يحاول مره واثنين وثلاثه. وممكن تلاقي المنصه ضعيفه اليومين دول لان المسارات كلها بتختبر عليها، خاصه المسار السعودي بيعمل اختبار كل يوم للاولاد، فكل الاولاد داخلين عليها، فاختار مكان ما يكونش فيه وقت كله موجود عليها، يعني اختار وقت الصبح بدري، اختار وقت او ما تفتح معاك، لو فتحت معاك في اي وقت ممكن تحاول. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس النهاردة اسمه one more or ten more. ten more يعني هزود واحد زيادة واحد او زيادة 10. one more or ten more. هنبدأ الدرس، طبعا الصفحة الاولى دي فيها حاجات سهلة قديمة كلها مراجعة. هنبدأ من اول هنا. two plus one. هو عايز يفهمك ان لما تيجي تعمل two plus one مش لازم تطلع two على ايدك وان على ايد التانية وبعد كده after two three، لا على طول already after two three، تكتب three after 23 24 after 16 17. ممكن انا العب اللعبة دي مع اولادي، كنا بنلعبها في الفصل، انا اقول النمبر هو يقول ايه the number just after، بسرعة يبتدي الطالب يكون دماغه حاضرة وبيجاوب بسرعة. طب في التيبل هنا بعملها ازاي؟ لو two plus one اجي عند التو واعمل ray or arrow، اعمل خط كده من عند ال 2 لغاية النمبر اللي بعديه، الاقي نفسي عند ال 3، يبقى انا كده عملت 2 plus 1. 16 plus 1 اجي عند ال 16 and go to the right move one number، الاقي النمبر 17. اوكي okay. Oh that's easy. It's very easy mister. سهلة جدا. هنا complete using one more then color the table، هلون التيبل وانا شغال. 7 8 9 10 11 12. اوكي start with 7 وابتدي كم 8 9 10، خلصت هنا ابدأ من الناحية التانية 11 12 وهلون طبعا any color، اي لون متفرقش معانا اللون الموجود عندك. طب 30 هبدأ من عند ال 30، فين 30؟ اهي 30، start with 30، بعد 30 31 32 33، طبعا لغاية الاماكن الفاضية اللي هنا 31 32 33 34 35. اوكي بعد كده طبعا 52، روح عند 52 وstart 53 54 55 لغاية طبعا هنا 53 54 55 56 57 لغاية 57. التيبل اللي بعده complete using 10 more هزود 10 10 more. هنا كنت بروح right، هنا لما اجي ازود 10 الاحظ ان انا بطلع up. لو فاكرين اللعبة احنا كنا بنلعبها بنقول كوكي سيز اندر كوكي سيز up، كنتوا كلكم بتقفوا تنطوا لفوق كده، هي دي up. بعد 16 حاجه عند 16 اهي، عايز 10 more هطلع كده 26 10 more 36 10 more 46 10 more
50 6 كل واحد ممكن يلعبها مع اولاده، كل شويه يختار له نمبر ويقول له 10 مور، يختار نمبر تاني يقول 10 مور، او يختار بطريقه عشوائيه، بطريقه عشوائيه. طبعا الطريقه دي هتعجب الاولاد، ونتمنى يكون درس النهارده سهل وهو مش طويل، عشان خاطر النهارده عندك تيست تعد فيه وتراجع قبل ما تحل التيست، وان شاء الله تكون الاجابات كلها الدرجات النهائيه. في النهايه نطلب منكم زي كل مره، لو عجبك الفيديو هتعمل لايك وشير، لو ما عجبكش الفيديو برضه هتعمل لايك وشير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.